نبذ الكراهية والتعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين دعوة من جبل القفزة في مدينة الناصرة وجهها البابا بنيدكت السادس عشر في أكبر قداس يقيمه خلال زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بحضور عشرات الآلاف من المواطنين. شهدت الناصرة توترات في السنوات الأخيرة أضرت بالعلاقات بين المجتمعين المسيحي والإسلامي. أدعو الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة في كلا المجتمعين إلى تصليح الضرر الذي حصل والعمل على الإيمان المشترك بالإله الواحد، كما أحث على بناء الجسور وإيجاد السبل للتعايش السلمي. إيران كانت الطبق الرئيس على مائدة لقاء رئيس الكنيسة الكاثوليكية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة الناصرة. طلبت من البابا أن يسمع صوته بشكل عال وبإلحاح في وجه الإعلان الإيراني بتدمير دولة إسرائيل. أخبرته أنه من المستحيل في القرن الحادي والعشرين أن تكون هناك دولة تهدد بتدمير دولة إسرائيل ولا تواجه بإدانة حازمة، وهو قال لي إنه يدين كافة مظاهر معاداة السامية والكراهية. وعقب اجتماعه بنتنياهو التقى البابا في قاعة كنيسة البشارة مع رجال دين مسيحيين ومسلمين ويهود ودروز، ودعاهم إلى التوحد في حماية الأطفال من التعصب والعنف والعمل معا لبناء عالم أفضل. البابا سمع الكثير وقال الكثير وقيل عن الزيارة أكثر، فبحسب المراقبين ينبغي الانتظار والترقب إن كانت الزيارة ستأتي بنتائج ملموسة في منطقة مزروعة بألغام بات من الصعب نزعها أو تفجيرها. أحمد السباعي، روسيا اليوم.